داخل ثلاث اسوار ولكني مطول بالي، قالوا لي اني معضلة واني انا الحلم الاتي. حطوني في فيلق عطر في مكان خطر، لانهم عارفين ان يدي بتسوي للعدو شطر. طالعت برا السور وتأكدت اني اسطورة، كل ما زاد التحدي كل ما اكون اكثر في الصورة. عملاق عملاقين او حتى ثلاث عمالقة، انا الحالي بيدي راح اوزعهم على الخارطة بقوتي الخارقة حتى لو كانوا كثار. مجرد زدت عدد راح تخليني اثار، لولا حبي للمعارك بشكل اليم كان انهيتها المعركة من الماضي القديمة، لكن انهاء لها بينهي كل المتعة. منحاصر واختفيت احتروني في افضل رجعة، بتحكم كم عملاق ثم بفجر ام الدنيا، بسوي جيش قوي وما في نقطة عمياء. هات العملاق الحديدي والعملاق الكبير، انا وجيش القوي هذا راح ندمرهم تدمير. راح اطير لو اني اضطريت، ولو اني كنت محتاج راح ابني لي برا بيت وتبكي فيه، وابقى انا المحارب اللي بقضي على السفيه. اللي على البريء يحارب ما له هدف انا بيه، حتى لو كان جوا قارف نص البحر ابديه. واقتله واقتل كل اتباعه وكل من لهم صله، باخذ ثار امي وثار كل سكان القريه، وارجع 100 سنة ورا واسترجع كل اور اريح. حتى لو اني احتجت مساعده مع اني عندي شك، بيساعدوني اصدقائي واللي ضدي بيندكتك. بشخطه واحده من ليفاي او شخطه واحده من ميكاسا، بينهزم جيش العدو وبيعرف معنى الشراسه. هذا حنا اقوى واعظم مخلوقات، هذا شيء اكيد بس بقبلنا الحلقات.